قرر مجلس الوزراء الأردني وفتح باب تصويت أوضاع العمالة المخالفة لمدة شهر بدءا من 4 فبراير تجاوبا مع طلب السفير المصري بالأردن. وقد نشد السفير المصري العاملين المقيمين بالأردن بعدم التعامل مع السماسرة والوسطاء والتوجه مباشرة إلى مكاتب العمل لاستخراج أو تجديد تصريح العمل، كما أوضح في الوقت ذاته حرص السفارة على تقديم تسهيلات استثنائية للعاملين المصريين من أجل تعظيم استفادة العمالة المخالفة من فترة تصويب الأوضاع المخالفة.